شاء الله تبارك الرحمن جماعة المسجد شفتوا يصلون المغرب العشاء والمغرب ما شاء الله شفتوا كيف درجة الحرارة شفتوا الثلج كيف يتساقط يصلون العشاء والفجر جماعة في المسجد هذا درجة الحرارة 21 تحت الصفر والفجر توصل درجة الحرارة إلى 31-33 تحت الصفر شوف الثلج ويجون بسياراتهم ويصلون في ولاية مينيسوتا شمال أمريكا لأنه بيوتهم بعيدة عن المسجد كلهم يجون بسياراتهم وزيدكم البيت كل يوم جمعة في الليل في قرآن كريم حلقة ذكر شوف كيف يحافظون على صلاة الفجر والعشاء وعلى حلقة القرآن الكريم في كل ليل ما شاء الله تبارك الله الذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون تخيلوا هم ما يقدرون يصلون المغرب العشاء والفجر لأنه باقي الأوقات يكون في الدوامات ومع ذلك يحافظون عليه فأنا أعتقد أن المحافظة على القرآن الكريم وعلى عايش الحمد لله هلا دكتور كيف حالك شلونك كيف حالك كيف حالك دكتور جمال طيب شلونك الحمد لله السلام عليكم دكتور جمال كان في الرياض هاي دكتور جمال ابرد هنا ولا الرياض لا حول ولا قوه الجو هذا انت عارف يوم الاحد ايوه حنزيد 100 درجه يا رجل ايوه لا الاحد حيكون 45 وهذا الدرس لنا ولعيالنا نحافظ على الصلوات وعلى حلقات ذكر القران الكريم مع انهم هم مسموحين هم يصلون المسجد لانه بعيد عنهم